يلا يا اخوانا والنبي، يلا يا شباب، عايز الحق اخلص اليوم ده واحنا سخنين كده. يلا كابتن اشرف، الحمد لله على السلامه. بص بقى يا ابو الكباتن، الموضوع سهل جدا جدا. احنا هنعلن بطريقه بسيطه جدا، حضرتك هتعمل فولو للاكاونت الرسمي بتاع النادي، وبعد كده تظهر تقول اسد جديد في الجزيره. انا اصلا درت فولو للنادي وللاعبين. بجد؟ العالم ألا من زمان أسياب.